أعزائي طلبة المرحلة الرابعة فرع تكييف الهواء والتجميد، السلام عليكم. نستكمل اليوم المحاضرة الأولى من الفصل الرابع، مادة ديناميك المواد الحاسوبة، فيما تتعلق باستخدام طريقة الحجوم المحددة لحل مسائل الانتشار diffusion problem، يعني ما عندي convection terms بالمعادلة. أوكي، تتذكرون أنه نهاية المحاضرة السابقة تكلمنا أو تطرقنا إلى كيفية استخدام طريقة الحجوم المحددة finite volume، أوكي، في عملية تحويل البارشال ديفرنشال إكويشن اللي تتضمن عملية الانتشار إلى معادلات خطية جبرية منفصلة يمكن حلها باستخدام الماتريكس. اليوم ننتقل للكلاس روم اكزامبل نمبر 2. زين، حسب ما تشوفون احنا مثل ما تكلمنا قلنا انه هي ديفيوجن بروبلم. زين، ديفيوجن بروبلم معناها ذير از نو كونفكشن. زين، كونفكشن مو يتعلق مثل ما قلنا بحركة المواد. زين، ليش هذا اكزامبل كلاس روم اكزامبل نمبر 2 يتضمن سرعة حركة للماء ومع ذلك يحل على انه diffusion problem؟ الاجابة كالتالي، اذا نجي نشوف عندي 2 dimension finite volume domain، هذا الدومين هو عبارة عن fully developed laminar flow، fully developed laminar flow بين من وبين من؟ بين صفيحتين متوازيتين، اوكي، between stationary plane مسطحة parallel متوازية بين جدارين متوازيين مسطحين وثابتين، اوكي. زين، ما دام الفلو هو fully developed معناه انه الفلو فيلد ما تتغير بعد مع الاكس دايركشن، اوكي، معناه الاكسلريشن بالستريم وايز دايركشن بالاكس واي بالاكس دايركشن ايكوالز تو زيرو. معناه اذا نرجع الى نراجع المعادلة النافير ستوكس اكويشن، معادلة المومنتم اذا حسب ما تتذكرون انه كانت بالشكل التالي، بس هذا المعادلة، معادلة المومنتم راح تكون بالشكل التالي. عندي هنا ما فلكسز عبر الباوندريز اللي هي كونفكشن ماينس ديفيوجن. زين، ما دام اني عندي حد الكونفكشن الاكسلريشن يكون تو زيرو، فهذا الحد يساوي زيرو. شنو اللي راح يتبقى عندي؟ يتبقى عندي فقط الديفيوجن والسورس تيرم، فقط الديفيوجن والسورس تيرم. فبالتالي هذه الفينومينا، هاي الظاهر ممكن تصنف انها حالة انتشار وليس انتقال بالحمل والانتشار. زين، ايش منطيني بعد؟ منطيني بعد انه الانحدار الضغط دي بي باي دي اكس، زين، يساوي لقيمة ثابتة مقدارها ناقص جي، دي بي باي دي اكس ايكول تو ماينس جي، از وين هذا مسلط؟ على فلويد، هذا الفلويد لزوجته ايكوال تو ميو. زين، الشانل هذا ارتفاعه اتش از ديفايدد، راح يقسم انتو ان ايكوالي سايز سيل، هذه ابعادها هي دلتا اكس في ارتفاع كل سيل، كل اليمنت هو دلتا واي وطوله دلتا اكس، بينما الفيلوسيتي يو راح تخزن بالسنتر مع الايتش اليمنت. زين، اول ريكوايرمنت هسه
إذا نشوف what are the boundary conditions on velocity. What are boundary conditions on velocity؟ زين خلينا نرجع من البداية أفضل. إذا لاحظ أنه الجريان هو بين جدارين ثابتين، فش نتوقع أنه الباوندري كونديشنز عند الجدار الأسفل والجدار الأعلى؟ أكيد الفيلوسيتي إيكوالز تو زيرو، اللي هو شنو؟ يو إيكوال تو زيرو أون أبر على الجدار العلوي والسفلي، لأن عندي نو سليب كونديشنز، ما منطيني أي فرضية أو أي احتمالية أخرى أنه جريان انزلاق، لا جريان غير انزلاقي، فبالتالي ملتصق بالجدارين العلوي والسفلي، فالسرعة هنا صفر والسرعة هنا صفر، فالسرعة عند واي يساوي صفر تساوي صفر، والسرعة عند واي يساوي اتش أيضا تساوي صفر. زين السؤال الآخر، what is the net pressure force on a single cell؟ هنا يسألني سؤال، يقول لي شنو الضغط المسلط أو قوة الضغط المسلطة على كل element على كل cell؟ زين الـ net pressure force هي المفروض الضغط اللي من اليسار، إذا نشوف هسه نرجع، هي فرق الضغط، الضغط المسلط من اليسار ناقص الضغط المسلط من اليمين في المساحة، في مساحة المقطع، مساحة المقطع هسه هي شيد دلتا واي، الضغط المسلط من اليمين اللي المفروض يكون أعلى من الضغط المسلط اليسار حتى يدفع الفلو باتجاه اليمين، لنفترض بي رايت ماينس بي ليفت مضروب في شنو؟ في دلتا واي في العمق اللي هو مفترضي واحد متر. زين ال P left minus P right ايش منطيني؟ هو اقدر اكتبه هو انحدار الضغط pressure gradient هو minus dP by dx minus dP by dx مضروب في شنو؟ في الدلتا x. اوكي وانا منطيني بالسؤال انه minus dP by dx شي يساوي لي؟ يساوي G. فبالتالي الضغط المسلط على كل إليمنت هو G دلتا X في دلتا Y، G دلتا X دلتا Y هي النت فورس، نت بريشر فورس المسلط على كل إليمنت. هسا ننتقل للشق الثالث من السؤال اللي هو يقول using the finite difference approximation for velocity gradient find expression for the viscous force on upper and lower faces. يقول لي كل element هنا يعني دا شوف ال shear force أو قوة الاحتكاك ال viscous force إيش قد يساوي، يعني إذا لكل cells ابتداء من جي يساوي واحد جي يساوي اثنين جي يساوي ثلاثة إلى جي يساوي n. أوكي أريد أشوف إيش قد الشير فورس المسلط على كل إليمنت. هسا إذا لاحظ شيء هنا الباوندري الإليمنتس اللي محاذية للباوندريز اللي هي اللور إليمنت والأبر إليمنت ذني معاملتهم راح تصير تختلف عن الإليمنتس الداخلية، لأن السرعة المحاذية إلها أو الملاصقة للجدار هي صفر، بالتالي راح نفصلهم بالشكل التالي on the upper face of an interior cell. هسه راح نجي للانتيرير سيل، لأي انتيرير سيل نفترض هذه U of J. أوكي U of J إذا أريد أحسب الشير فورس، الشير فورس هي عبارة عن شنو؟ الفيسكوس فورس هي الشير ستريس في المساحة. الشير ستريس احنا دارسي سابقا هو الفيسكوسيتي في الفيلوسيتي جراديان دي يو باي دي واي، المساحة اللي هي المساحة اللي يعمل عليها الشير ستريس. هون الشير ستريس، الشير ستريس او الفيسكوس ستريس هو المحاذي للجريان. اوكي فاذا اتكلم اني هسه عن الاليمنت هذا نزوم، إذا أتكلم عن هذا الإليمنت
فاحتكاك او الفيسكوس فورس بين هذا الالمنت والالمنت اللي up to upper to him اعلى من عده ايش راح يكون؟ هي عباره عن سرعه قوه معاكسه. هاي القوه المعاكسه هي ميو في دي واي باي دي يو باي دي واي في المساحه اللي تعمل عليها اللي هي ايش قد؟ دلتا اكس. زين دي يو باي دي واي هنا ايش يساوي لي؟ يو جي بلس واحد ماينس يو جي على ايش قد؟ المسافه اللي بيناتهم اللي هي ال دلتا واي. اوكي ميو يو جي زائد واحد ماينس يو جي على دلتا واي في المساحة اللي تعمل عليها اللي هي دلتا اكس. فبالتالي الفيسكوس فورس اون ابر فيس هي ميو دلتا اكس على دلتا واي في حاصل طرح الفيلوسيتي من الالمنت المجاور او الاعلى من عدة ناقص الالمنت ال under consideration. بينما للور فيس راح تكون بالعكس هي ماينس ميو دلتا اكس على دلتا واي في يو جي ماينس يو جي ماينس واحد. هاي العلامة فقط احنا هي المفروض اذا نجي احنا نريد نحسب هنا الشيء الفيسكوس فورس على اللور فيس. اللور فيس معناها يو جي ناقص واحد ناقص يو جي في ميو. فاذا عكسناها خلي هنا يو جي ماينس يو جي ناقص واحد فهاي الماينس نتيجة هاي العملية ليس الا. هسه هذا الكلام للانتيرير للانتيرير المس لهذا هو هذا الالمنت وهذا 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 ما عدا ال down one وال upper one. إذا أجينا لل channel boundaries خل نرجع مرة ثانية. هسه بين UJ و UJ زائد واحد المسافة دلتا واي. بينما إذا أجينا إلى U سب أن هذا الإليمنت إيش قد المسافة بينه وبين الجدار؟ المسافة بينه وبين الجدار هي دلتا واي ناقص دلتا واي على اثنين مو دلتا واي كاملة. لذلك الباوندريز تعامل معاملة خاصة بالديفيوجن تيرمز. هسه إذا جينا هنا شوف on the upper face of the of interior cell العفو at the channel boundaries replace delta y by نص delta y and the relevant velocity والسرعة المحاذية راح تكون صفر لأن سرعة الجدار. فالفيسكوس فورس on upper face of top cell راح تكون بالشكل التالي واللور فيس راح تكون بالشكل التالي. زين شنو المطلب الاخ؟ خلينا نشوف. هسه شو يقول؟ by balancing pressure and viscous forces. هسه احنا إذا نرجع لهذا السيستم شنو اللي عندي حاليا هنا؟ الفورسز المسلطة على الفلويد هي قوة الضغط وقوة اللزوجة ليس إلا. ما عندي acceleration فبالتالي الكونفكشن تيرم زيرو. هسه يقول باي بالانس يعني معناها ما عندي غير ذن القوتين راح أوازنهم. باي بالانسينج بريشر اند فيسكوس فورسز سيت أب ذا فاينايت فوليوم إيكويشنز فور velocity. اوكي المطلب الرابع هسه شوف شو يقول. in fully developed non accelerating ماكو عندي تعجيل للفلو the net pressure اوكي زائد viscous force is zero. فاذا راح اجي لل interior cells إذا أجي للإنتيريور سيل ناخذ اليو سب جي عندي قوة ضغط مسلطة تدفع الفلو بهذا الاتجاه وتعاكسها قوة اللزوجة اللي تعمل على السطح السفلي وعلى السطح العلوي لكل إنتيريور سيل. فبالتالي هاي قوة الضغط زين وهاي قوة الاحتكاك اللي تعمل على
في السطح العلوي للإليمنت، وهي قوة الاحتكاك تعمل على السطح السفلي للإليمنت. مجرد أرتبها أوكي، فبالتالي راح تنتج المعادلة التالية: جي دلتا واي سكوير أوفر ميو ساوي لي ماينس جي ماينس واحد زائد اثنين جي ماينس جي زائد واحد. هاي تشتغل لكل الإليمنتس الداخلية اللي ما معرضة للباندري، أما المعرضة للباندريز فتعامل معاملة خاصة كما يلي. نجي للتوب سيل. التوب سيل أيضا قوة الضغط زين زائد قوة اللزوجة ساوي صفر. زين شنو قوة اللزوجة اللي موجودة عندي؟ قبل شوية حسبناها لل أبر ولل لور، نعوض عنها أوكي. فبالتالي أيضا أرجع أوازن هذا التيرم، جي دلتا واي سكوير ساوي لي ماينس يو أن ناقص واحد زائد ثلاثة يو أن. هاي معادلة التوب سيل، بينما البوتوم سيل راح تكون بالشكل التالي. فبالتالي حصلت على معادلات خطية منفصلة ما بيها أي تيرم إلى ذو علاقة تفاضلية. شوف مجرد أرقام بس. هنا شنو؟ لأن كل هالمعادلات تحل آنيا المفروض. هسه المطلب الخامس، بما أنه إحنا تمكننا من اشتقاق هذه المعادلات، شي يريد هسه يقول solve the nodal velocities. هسه أحسب لي قيم السرعة in k in the case that، يعني إذا كانت n مقدار الإليمنتس اللي راح نقسم هذا هاي الأريا إلى، فإذا كانت n مقدارها 6. هسه يقول إذا n equal to 6 زين احسب لي قيم السرعة. يقول اريد الانسر ماتك، leaving your answer as multiplies of unit u sub not ساوي لي g h تربيع على mu. زين هسه هنا شنو حتى يبسط المسألة ايضا، منطيك فد هند لتبسيط المسألة. يقول استفيد من السيمتري اللي موجود عندك بالبروبلم. زين هناك عندي سيمتري بالبروبلم. اذا نرجع ان كانت n equal 6 عندي 6 elements، فهذا الاليمنت الاول الثاني الثالث الرابع الخامس 6 6 elements، فاكيد معناها 3 elements down the symmetry line. اذا اكو سيمتري هنا اوكي، اكيد اذا عندي 6 elements فالثلاثه اللي جوا هي كانه ميرور اوكي، مرآة للثلاثة اللي فوق. بالتالي U1 ساوي لي U6، U2 ساوي لي U4، U3 ساوي لي العفو U1 ساوي U6، U2 ساوي U5، U3 ساوي U4. اوكي شوف U1 equal to U6، U2 U5، U3 ساوي لي U4. So it is only necessary، بالتالي انا ما احتاج غير احل فقط لل U1 U2 U3 والبقية هنا يعني بس مجرد equal to them. إذا نحل لل 3 elements at the top location، هسه for n يساوي 6، إذا كانت n equal to 6 إذا نرجع هسه نشوف المعادلات كأنه صار ال arrangements كلهن شي ساون. شوف هسه هاي المعادلة، المعادلة التفاضلية او العفو المعادلة الجبرية، هاي المعادلة الآنية تساوي لك جي دلتا واي سكوير على ميو، جي دلتا واي سكوير على ميو، جي دلتا واي سكوير على ميو. زين ايش قد هي الدلتا واي؟ هسه هنا الدلتا واي هي المفروض هذا الارتفاع هو اتش تقسيم ايش قد؟ تقسيم 6، تقسيم 6. فإذا الـ n equal to 6 فجي دلتا واي سكوير على ميو. زين إذا نبسطها نخليها in terms of h، شوف هسه هاي جي دلتا واي سكوير مجرد أضرب في
ده اتش سكوير على اتش سكوير، مجرد هسه كأنه هذا ضربته في اتش سكوير على اتش سكوير، ايش صار لي؟ دلتا واي سكوير على اتش، دلتا واي على اتش الكل سكوير مضروب في شنو؟ جي اتش سكوير على مين. هسه هذا الدلتا واي على اتش شو يساوي لي؟ 1/6، 1/6 دور تربيع 1/36. زين هذا ليش انا حولته جي اتش سكوير على مين؟ لان هو اصلا بالسؤال شنطاني قال لي اريد الحل بدلالة يو نوت، اللي هي شو تساوي لليو نوت؟ جي اتش سكوير على ميو. فبالتالي اني الجي دلتا واي سكوير على ميو طلعت شو تساوي لي؟ 1/36 في جي اتش سكوير على ميو، اللي هي جي اتش سكوير شو تساوي لي اصلا؟ جي اتش سكوير على ميو يو نوت. فبالتالي هذا الترم اللي ورد بكل المعادلات السابقة شو يساوي لي؟ 1/36 يو نوت. هسه اجي احل، اذا جي يساوي لي 1، اذا جي يساوي لي 1 يا معادلة تشتغل عندي هذا، يا هذا المقدار جي دلتا واي سكوير على ميو هو شقد هسه لقينا؟ 1/36 يو نوت، صحيح ولا؟ هذا يا يو 1 ماينس يو 2، هاي المعادلة الأولى. زين المعادلة الثانية شو تساوي لي؟ هي انتيريا جي دلتا واي سكوير على ميو اللي هي 1/36 يو سكوير، زين ناقص يو جي على 2، ايش قد الجي عندي هسه هنا انا؟ 2، كان ناقص يو 1 زائد 2 جي اللي هي 2، ف 2 جي 2 ناقص يو جي زائد 1 اللي هي ناقص يو 3. خلينا نتأكد نشوف كلامنا صحيح ولا لا. شوف جي يساوي 2 ناقص يو 1 زائد 2 يو 2 ناقص طبعاً. ننتقل الى جي يساوي 3، ايش راح تساوي؟ ناقص يو 2 زائد يو 3 ناقص يو 4، زين يساوي لي هذا المقدار. بس من السيمتري يعني ادري انه يو 3 يساوي يو 4، مو من السيمتري، فاقدر اتخلص من هاي اليو 4 اعوض عنها يو 3، ويا هاي انطرحت ظلت فقط يو 3. صارت المعادله بالشكل التالي، فصارت عندي ثلاث معادلات زين بها ثلاث مجاهيل اللي هو يو 1 يو 2 يو 3 فقط. ممكن تحل بالتعويض ببساطة بالشكل التالي. هسه إذا نجي للمعادلة الأولى يو 1 شو تساوي لي؟ يو 1 تساوي لي أودي يو 2 ذاك الطرف وأقسم على 3، هاي يو 1. زين من المعادلة الأخيرة يو 3 شو تساوي لي؟ تساوي لي يو 2، هاي ودي الماينس لهنا زائد 1. زين هسه هاي المعادله وهاي المعادله وين اعوض؟ اعوضها بالمعادله الثانيه حتى تصفاري كلها بدلاله يو 2، عوضناها هيك طلعت، ما حسبنا قدرنا نحسب مقدار اليو 2 طلع 7/72 يو 1. هسه نعوضها، نرجع نعوضها بالمعادله هذه حسبت يو 1، عوضها بالمعادله هذه حسبت يو 3 وهكذا. هسه لقيت يو 2 يو 1 ويو 3، يو 1 هي تساوي ليو 6 وهذا مقدارها اللي هو 3/72، يو 2 تساوي ليو 5 7/72 يو 1، يو 3 الى اخره. زين شنو المطالب بعد عندي؟ سكشن اف هسه شو يقول لي؟ يوزنج يور نيوميريكال سوليوشن، هسه باستخدام قيم الفيلوسيتي اللي لقيناها يريد الفوليوم فلو ريت زين بير يونت سبان للعمق اللي هو كيو ان تيرمز اوف يو نوت اند اتش. اوكي انا لقيت قيم الفيلوسيتي، فبالتالي مجرد الكيو شو يساوي لي؟ السميشن، شوف هسه هذا الفلو الفوليوم فلو ريت يساوي لي الفيلوسيتي مال كل ايمنت في المساحه العموديه لكل ايمنت، المساحه العموديه دلتا واي في العمق اللي هو 1. فبس مجرد احسب الفوليوم فلو ريت لكل element اجمعهم together واحسب التوتال فوليوم فلو ريت، فهو summation من جي يساوي 1/6 يو جي في دلتا واي، او هو 2 في summation من 1/3 باعتبار 4/6 هن ميرور
اللي واحد على ثلاثة، على يمين أنا أجمع ست مرات، راح أجمع ثلاث مرات وأضرب التوتال في اثنين. الدلتا واي عوض عنها هذه هي اتش على ستة، وحسبنا الباقي مجرد تعويض، طلع الفوليوم فلو ريت هو 19216 نوت اتش. خلينا نشوف المطلب الاخر. المطلب الاخر شي يقول find the wall shear stress tower. زين هسه احنا اذا نرجع للمصطلح السابق للبالانس، الفورس بالانس، قلنا احنا البريشر فورس شو تساوي لي؟ الفيسكوس فورس، اوكي؟ زين، هسه على مود الفلو هذا ادفعه احتاج بريشر فورس، ادفعه ضد من؟ ضد الوول شير فورس، ضد قوة الاحتكاك مع الجدار. فبالتالي عندي ايش راح يساوي لي؟ The wall stress can be found from the finite difference approximation. On the lower face of cell 1. نقدر نسويها بالشكل التالي، او احنا اذا نرجع هو 2 في تاو وول، هو 2 في شير ستريس على الجدار السفلي، لان باعتبار الجدار العلوي هذا 2 في شير ستريس على الجدار السفلي، هذا الجدار الشير ستريس او قوة الاحتكاك على هذا الجدار هي مشابهة لقوة او ايدنتيكال مطابقة لقوة الاحتكاك على الجدار العلوي. فبالتالي قوة الضغط المسلطة تساوي الاثنين في قوة الاحتكاك على كل من جدار سواء السفلي او العلوي. فبالتالي اثنين تاو سب دبليو في دلتا اتش شو تساوي لقوة الضغط الكلية اللي هي بي ليفت ماينس بي رايت في الاتش. اذا الشير ستريس هسه قسم على 2 دلتا اكس ايش راح يساوي لي؟ البي ليفت ماينس بي رايت على دلتا اكس ونفس ماينس دي بي باي دي اكس اللي هو ايش قاعد قلنا بالبدايه يساوي لي جي. فالشير ستريس او الوول شير ستريس شو يساوي لي؟ هو نص جي بي اتش. هسه يقول compare your answers to E, F, G with the exact solution for plane posterior flow. الحالة هذه ممكن حلها بصورة تحليلية، يعني التوصل إلى الحل التحليلي لها، لأن هي مثل ما قلنا one dimensional وفقط يمكن تصنيفها كديفيوجن problem. شلون راح نحلها بالشكل التالي؟ هسه اذا نرجع ريكفر النافير ستوك ايكويشن القديمه اللي هي شو تقول؟ رو المشتقه الكليه دي كابيتال يو باي دي تي شو تساوي؟ ماينس دي بي باي دي اكس زائد ديفيوجن تي. شنو الباوندري كونديشنز اللي عندي؟ عندي السرعه عندما واي يساوي صفر تساوي للسرعة عندما الواي يساوي اتش وتساوي صفر. زين شنو الكونديشنز اللي عندي؟ الفلو هو فولي ديفلوب، فاذا فولي ديفلوب الاكسلريشن ايكوال تو زيرو، فهذا الطرف تخلصت من عنده. ايش ظل عندي؟ بعد اذا فولي ديفلوب البريشر جراديانت يكون كونستانت اللي هو ايكوال تناقص جي. زين ايش ظل عندي بعد؟ هذا الدلت سكوير يو هو المفروض هو بارشل سكوير يو الى بارشل اكس سكوير زائد بارشل سكوير يو الى بارشل واي. زين بارشل سكوير يو الى بارشل اكس سكوير ايكوال تو زيرو صفر. ليش؟ لان الفلو فولي ديفلوبت يعني ما يتغير مع الاكس، يعني دي يو اصلا بارشل يو الى بارشل اكس شو تساوي لي؟ صفر. فبارشل سكوير يو الى بارشل اكس سكوير هم صفر. فش يتبقى هذا الترم؟ هذا شو يصير؟ هو ميو في با دي يو دي سكوير يو الى دي اكس دي واي سكوير العفو. بالتالي ايش ظل من المعادله؟ صفت بس هاي المعادله. هاي المعادله جدا بسيطه، معادله تفاضليه اوردينري ديفرنشال ايكويشن، يمكن يحلها فقط بتكاملها لمرتين.
كاملها المرة هسا وخر الجي ودي لهناك صار ماينس جي. كاملة المرة الأولى دي باي دي واي يساوي لي جي واي زائدا اي. كاملة بعد مرة لا يو يساوي لي جي واي طبعا بعد القسم على ميو جي على اثنين ماينس جي على اثنين ميو واي سكوير زائد اي واي زائد اي. هسه فقط الاشكال انا اريد انقل قيم اي وبي نطبق الباوندري كونديشنز اللي عندنا. عندما الواي تساوي صفر ايش قد السرعة؟ سرعة صفر فصفر هذا التيرم صفر وهذا صفر زائد بي فبي ايش قد؟ صفر. اطبق الباوندري كونديشن الثاني يو تساوي صفر عند من عند الواي يساوي اتش فصفر يساوي ماينس جي على اثنين ميو اتش سكوير زائدا اي اتش هذا صفر اصلا مخلصين هذا فالاي شي يساوي لي الاي يساوي لي اذا ودي هذا لهذا الطرف وقسم على اتش هو جي اتش على اثنين ميو. بالتالي المعادلة صارت بالشكل التالي. او ممكن كتابتها بهذا الشكل يعني تبسيطها مجرد تبسيطها تقدر تبسطها بالشكل التالي يو على يو نوت يساوي واحد على اثنين واي على اتش يعني مجرد اسحب عندك الجي والميو طلعها خارج قوس والاتش فراح تصفى المعادلة. هسه اذا اطلع جي اتش على اثنين ميو خارج قوس زين راح يظل لي هذا مجرد هنا واي طبعا اسحب اتش سكوير العفو اسحب اي اسحب اتش سكوير راح يظل هذا واي سكوير على سكوير الى اخره واعوض هذا هذا المقدار. ممكن تكتب المعادله بالشكل التالي. هذا طبعا نتذكر احنا منين جبناه هو بالفرضيه نفسها نتذكر بالفرضيه نفسها قايل يو نوت تساوي جي اتش سكوير على ميو مجرد تلاعب بسيط بالمعادله يمنى يسرى واسحب عامل مشترك تكتب المعادله بالشكل التالي. يعني هسه هذه اليو شوفها اذا ارجع اقسمها على يو نوت شقد يو نوت جي اتش سكوير على ميو مجرد هاي اليو قسم لي اياها على جي اتش سكوير على ميو قسم لي اياها الجي واي جي راحت الميو راحت واي سكوير على اتش سكوير وهذه شضل ظلت واي على اتش وطلع واي على اتش على المشترك راح تصفى لي بالشكل التالي. زين هسه شو يريد هو؟ يريد انه اقارن الحلول مال السكشن اي سكشن اف وسكشن جي مع ما ينتج من الحل التحليلي هنا بالحل بارت اي بارت اي اذا نلاحظ انا شو اعوض هنا؟ مجرد هسه اقدر اعوض واي على اتش واي على اتش الاولى للنود الاول هي واحد على اشقد واحد انا عندي قسمت على اشقد اذا نرجع قسمنا احنا الواي او الاتش العفو قسمنا الى ست مقاطع زين فكأنه هسه هذه اذا اعوض واي على اتش هنا للنود الاول شو تساوي لي؟ تساوي لي واحد على ستة واحد ناقص واحد على ستة واحد على ستة في واحد على اثنين واحد على 12 فكأنه وهذه ويا هاي راحت طلعت لي واي على راحت الفيلوسيتي قيم الفيلوسيتي بالشكل التالي. نقارنها مع القيم السابقة اللي حصلناها من النيوميريكال سوليوشن راح اذا مثل ما نلاحظ راح تطلع القيم متقاربة جدا فقط مجرد اعادة ترتيب ارقام. طبعا انتم ما مطالبين بالامتحان انه ترتب لي الارقام بالشكل التالي مجرد تحلها ستة تحل هاي المعادلة توصل لهنا اوكي حليت هاي المعادلة فقط تعوض لي
يو ات واي يساوي لك اتش على 6 ات واي، وهكذا تلقى قيمهن فقط وتقارن لياهن كارقام اذا طلب منك. المطلب الثاني انه اريد الفلوريت. الفلوريت ما دام انا عندي حال تحليلي اقدر مباشرة الفوليوم فلوريت هو تكامل يو في دي اي اللي هي المساحة، فتكامل من صفر الى اتش يو دي واي، اعوض عن اليو واكامل، مجرد اكامل طلع لي 1 على 12 يونت. شوف هسه اذا شوف ضربه في 18 بس لاجل المقارنه حتى يساوي 216 لا غير. للشير ستريس ايضا نفس الطريقه. الشير ستريس هو مثل ما قلنا هو ميو دي يو باي دي واي، وين عد واي يساوي 0 او عد واي يساوي اتش. اعوض انا عندي المعادله هذه وياها، اشتقها اريد دي يو باي دي واي، اشتقها وعوض ات واي يساوي صفر واحسب. هسه مثل ما لاحظنا بهذا السكشن القيم، قيم الفيلوسيتيز تقريبا متطابقه، قيم الفلو ريت تقريبا متطابقه، والشير ستريس متطابق بالكامل، بما يعني انه امكانيه استخدام الحل العددي بدلا من الحل التحليلي للمسائل الاصعب. طبعا ما اتكلم 2 دايمنشن او 3 دايمنشن اللي ممكن احصل لها حل تحليلي بالنمط اللي سولفنا عنه. انتقل بعد ذلك الى بعض الامثله المحلوله اللي تتعلق بالحل العددي لل one dimensional diffusion problem، واللي ذكرت نواح السابق انه موجوده بالكتاب اللي رفعت لكم اياه على المودل ويب سايت، واللي قبلها رفعته على الفيسبوك. اوكي، واتمنى تكونوا نزلتوه وطلعتوا عليه. قلنا الفصل اللي يهمكم بالمحاضره الحاليه هو الفصل الرابع من هذا الكتاب اللي يتناول الحل العددي للديفيوجن بروبلمز. اوكي، فاينايت فوليوم ميثود فور وان دايمنشنال ستيدي ستيت ديفيوجن، هذا شكل المعادله وهذا الشكل الاصلي المعادله اللي توصلنا لها، وكيفيه انه يسوي ديسكريتيزيشن، يقسم الاليمنت اللي عندي الى مالتي سيلز، سنتر مع كل سيل بالمنتصف، المسافة بين سيل وسيل هو دلتا اكس الى اخره، يسوي لي جريد جنريشن. شوفه نفترض هاي السيل مركز مالتها بي، السيل المجاورة من اليمين هي الايست كابيتال ايست، من الشمال هي الكابيتال ويست، بينما يفصل بينه وبينهم فيسز هو السمول ايست اللي هو الفيس الايمن، الوجه الايمن للالمنت، وهذا الوجه الايسر للالمنت، المسافة هي دلتا اكس. دوري يسوي لي الديسكريتيزيشن اوكي بالشكل التالي. صح، راح نجي ناخذ مثال ونطبق البرنسبلز السابقة. هسه اذا نرجع شوف يقول the application of the finite volume method to the solution of simple diffusion problem. ايش تتضمن؟ Conduction heat transfer، من ضمنها Conduction heat transfer اللي هي d by dx، thermal conductivity مضروب في dt by dx زائد a source يساوي صفر. هسه k هنا شو تمثل لي؟ تمثل لي diffusion coefficient اللي هو الجاما. شوف takes the place of gamma. زين، والديبندنت فاريبل اللي عندي الفاي سابقا هو هنا شو يمثل لي؟ تمبرتشر. اس يمثل لي اي سورس تيرم اضافي. بالمثال الاول طبعا بالمناسبه اكو ثلاث امثله، راح نتطرق فقط للمثال الاول والمثالين الثالث والرابع. احنا ستريت فورورد اكستنشن ومجرد خلينا نقول
إضافة مواد إضافية للمثال الأول بنفس البروسيجر بنفس الآلية. المثال الأول شو يقول لك؟ consider a problem of source free، ما عندي source هسه، heat conduction عن طريق شنو؟ an insulated rod في رود هذا شبي النهايات مالته whose ends محفوظة عند درجات حرارة ثابتة 100 و500، فبالتالي one dimensional diffusion problem هي هذه. شوفوا هذا ويا الرود منها درجة حرارته 100 ومنها درجة حرارته 500. ايش قد الثيرمال كوندكتيفيتي مالته؟ الكي هي 1000 ومساحة المقطع مالته 10 في 10 سالب 3 متر سكوير. شي يريد؟ يريد انه هذا الرود يتقسم الى 5 كنترول فوليومز مثل ما موضح عندنا. شوف قسمنا الى 5 كنترول فوليومز، كل كنترول فوليوم سنتر مالته بالميدل وبي ما عنده عناصر محاذيه له. هسه شنو اللي معروف عندي؟ عندي الاليمنت الاول اللي هو باوندري اليمنت، طرف الايسر درجه حرارته معلومه مقدارها 500، بينما الاليمنت اللي كان على اليمين اللي هو ايضا باوندري اليمنت في حدة من اليسار درجة حرارته من اليمين العفو هي 500. زين هسه اذا راح مثل ما مر سابقا بالبداية ننظر الى الانتيريور اليمنتس اللي هنا 1 انتيريور داخليات 2 3 4. اقصد بانتيريور انه ما معرضة لباوندري، فللانتيريور اليمنتس المفروض الحرارة الداخل الخارجة من الايست فيس، هسه خل اذا اخذ فرضا هذا الايفنت، الحرارة الخارجة من الايست فيس تساوي لي الحرارة الداخلة من الويست فيس، لان ما عندي سورس، الداخل يساوي الخارج. فبالتالي اذا اعوض عن هاي المقادير مثل ما مر سابقا راح تكون المعادلة بالشكل التالي. هسه هو رأسا فاصلها بشكل مباشر ومعوض الكوفيشنس المضروبة في تي بي والكوفيشنس المفروضة المضروبة في تي اي والكوفيشنس المضروبة في تي دبليو. يعني اذا تردون تراجعون راجعوا المحاضرة او راجعوا هو الكتاب نفسه الصفحتين اللي قبله شلون توصل لهذه المعادلة بكل بساطة. بينما للنودز 1 و5 هن باوندري نودز، فبالتالي اذا نشوف الدلتا اكس بينها وبين الالمنت الطرفاني هي دلتا اكس على 2 مو دلتا اكس كاملة، فبالتالي الكوفيشنس مالتها تختلف. شوفوا نودز 1 and 5 are boundary nodes and therefore require special attention، تحتاج معالجة خاصة معاملة خاصة. فالانتجريشن مالتها راح يكون بالشكل التالي، او نعوض بالتالي نلقى المعادلات للنود الاول والخامس. فللاول هاي المعادلة والخامس هذه المعادلة. اذا انصفتهن للمعادلات الآنية نجت عندي للنود الأول والنود الثالث والرابع والخامس. للنود الأول، النود الأول مشترك مع الباوندري اللي هي تي اي ومع النود الثاني المجاور له، بينما النود الثاني كائن بين النود الأول والثالث اللي هو انتيريور. النود الثالث أيضا انتيريور كنترول فوليوم كائن بين الثاني والرابع. فاذا نلاحظ شوفوا الثلاث معادلات ذني مش شابهة اللي هي مال انتيريور سيلز. شنو المختلف عندي؟ فقط الباوندريز. الباوندري الاول اذا تشوفه بالنسبة للنود الاول هذا، وبالنسبة للباوند للكنترول فوليوم
أو السيل الخامسة. خل نلقي نظرة بسيطة. شوف هسه للمعادلة الإلمنت الأول والمعادلة الإلمنت الخامسة. بما أنه هو رود معزول فقط الرود نهاياته محفوظة بدرجة حرارة ثابتة، هاي المعادلة هي نفس هاي المعادلة بالضبط. شوف بينما الانتيريور نودز، انتيريور نودز معادلاتها متطابقة بشكل كامل. هسه هذني نقدر نكتبهن بشكل ماتريكس. شوف 300 تي 1 ناقص 100 تي 2 شو يساوي لي؟ 200 تي اي ناقص 100 شنو تي 1 زائد 200 تي 2 ناقص 100 تي 3 شو يساوي لي؟ صفر، معزول، ما عندي مصدر او اي اضافة. نفس الكلام للنود الثالثة، ناقص 100 تي 2 ناقص 200 تي 3 ناقص 100 تي 4 شو يساوي لي؟ يساوي لي صفر. النود الرابعة ناقص 100 تي 3 ناقص زائد 200 تي 4 ناقص 100 تي 5 شو يساوي لي؟ صفر. النود الأخيرة ناقص 100 تي 4 زائد 300 تي 5 يساوي لي 200 تي بي. بحلهن آنيا راح تطلع قيمة درجة الحرارة 1 2 3 4 5. إذا نريد نلقى الحل التحليلي مالتها فهي تي يساوي 800 اكس زائد 100، وهذا المفروض فشي بسيط بالنسبة لكم، مجرد تراجعون محاضرات انتقال الحرارة للسنة الماضية. أرجو أن تكون توضحت الفكرة عن هذا المثال. بقية الأمثلة قلت لكم مشابهة بالضبط. هسه المثال 4-2 أريدكم تركزون أيضا عملية. هم رود عندي أو جدار طوله معلوم، درجة الحرارة الأولى معطات أوكي زين هي 100، بينما درجة الحرارة الثانية هي 200، وعندي heat generation يعني عندي source term، عندي heat generation خلال الجدار مقداره شقد؟ 1000 كيلو وات المتر المكعب. فبالتالي المعادلة راح تكون بالشكل التالي ويمكن حلها حسب، وأيضا قال قسم لها 5 elements وتحلها تكملها. نرجع بينما المثال الأخير المثال الثالث وأيضا نسوي مقارنة أيضا حلها تقدرون تحلوا إذا راجعتوا محاضرات انتقال الحرارة. هذا الحل التحليلي الإكزاكت، هذا نيوميريكال، شوف التطابق بيناتهم. المثال الأخير مشابه للمثال بالمحاضرة، إنه عندي فن هاي تي بيس وهنا معزول حراريا ويفقد حرارة للهواء بالكونفكشن أوكي. فبالتالي عندي source term هنا بالمعادلة، هذا source term هو فقدان للحرارة للهواء للأمبيت تمبوتشر. أرجو أن تكونوا استفاديتوا من شروحات هذه الأمثلة وتحاولون رجاء تطبيقها بأيديكم. ثلاث أمثلة عندك بالكتاب، عندك مثالين محلولات بالمحاضرة، خمس أمثلة وافية ومفصلة أرجو الاستفادة منها. مع تمنياتي لكم بالتوفيق.